أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة يكعى، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها. قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نعم جنود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل جديد بياض ثياب صلاة الشعب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وأربع كفيه على فقديه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقام الصلاة، يؤتى الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، إن استطاع إليه سبيلا. قال الزبدة: فعجبنا له ليسألوا. قال الزبدة: فعجبنا له. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: كل يوم تطلع الشمس، كل يوم تطلع
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا شيفا وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عن أمير المؤمنين أبي سعيد رضي الله عنه قال بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد شراب الشعر لا غنى عليه أثر السفر لا عفة منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خديه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع سبيلا قال صدقت فعجبنا الله يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة قال ما نذكرهم عنها بيار من الساعة أخبرني عن زيارتها قال أن تلد الأمة لفتها أن ترى صفاتها الغرات العارقة بعار النساء يتقى على نفس الدنيا ثم انطلقت فأنبت مليا ثم قال يا عمر أتدري من الصائم فأنت عن ظاهر أتاكم يعلمكم دينكم فأعرف غير المسلم عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن نسقة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأعرف غير المسلم وأعرف النبي عن الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن بن سهر رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأعرف البخاري ومسلم. الحديث الرابع